كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل بقصر الاتحادية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلمين الوطنيين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بولي العهد ضيفا عزيزا في بلده الثاني مصر، طالبا نقل تحياته إلى أخيه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، ومتمنيا له دوام الصحة والعافية. كما أكد الرئيس السيسي الحرص على الاستمرار في تعزيز التشاور والتنسيق مع الملك سلمان وولي العهد تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وكذلك موضوعات التعاون الثنائي. كما أشاد الرئيس السيسي بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية السعودية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، والنمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات، مشيرا إلى الحرص المشترك للمضي قدما نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات. من جانبه نقل الأمير محمد بن سلمان للرئيس السيسي تحيات أخيه العاهل السعودي، مؤكدا أن زيارته الحالية لمصر تأتي تعزيزا لمسيرة العلاقة المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، واستمرارا لوتيرة التشاور والتنسيق الدوري حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. كما أكد ولي استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يحل ضيفا عزيزا على مصر، حيث عزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للبلدين. وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية. وذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه عقدت جلسة مباحثات ثنائية عقبتها جلسة موسعة شملت وفدي البلدين، تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، حيث رحب السيد الرئيس بصاحب السمو وبلغ تحياته إلى الملك سلمان متمنيا له دوام الصحة والعافية، فضلا عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. في نهاية زيارته العزيزة إلى مصر، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان مغادرا بلده الثاني مصر.